ميديال باتيلر ليجامنت، واحد تاني على ناحية الميديال اسميه ميديال باتيلر ليجامنت، واحد على ناحية اللاترال
الباتيلا والفيمر، يعني هيمسكوا من هنا كده وهنا كده. خلاص؟ ميديال ولاترال فيمرو باتيلر ايه؟ ليجامنتس. انا اللي يهمني في الحقيقه دلوقتي يهمني الثلاثه دول. يهمني الايه؟ الثلاث اربطه دول اللي هم الباتيلر ليجامنتس. ليه بقى؟ قال لي ان دول بيعملوا حاجه اسمها باتيلر لوكينج ميكانيزم. ايه باتيلر لوكينج ميكانيزم؟ الباتيلا بتبقى الحصان انت لو انت شفت حصان في واقف بره دايما انت لو بصيت على الخيل زي ما بيقول عمرك شفت حصان تاني؟ القطه دايما تلاقي ايه؟ حصان بره ونايم على الارض صح؟ انما الخيل دايما واقف وبعدين تلاقي لما يقف يبقى عامل رجله اللي ورا كده واقف على رجل والرجل الثانيه ايه؟ واقف على الحافر كده صح؟ ما بيعملش كده في الرجل القدامانيه. لو عمل كده في رجله القدامانيه يبقى ده مرض. لو لقيت حصان واقف وعامل رجله القدامانيه كده يبقى ده ايه؟ مرض. ممكن يعمل كده بس في القدامانيه يعمل يحفر في الارض كده شويه ويرجع يقف تاني. الرجلين القدامانيه دايما مصلوبه واقفه كده عادي. اللي ورا تلاقيه عامل واحده كده مريحها خالص يعني تاني رجل يعني مريحها ومحمل على رجل التاني. ايه بقى اللي بيخليه يعمل كده ورا وما يعملش قدام؟ قال لك ان عنده في القوام الخلفيه حاجه اسمها باتيلر لوكينج ميكانيزم. باتيلر لوكينج ميكانيزم عباره عن ايه؟ قال لك المفصل بتاع الستايفل جوينت ده اللي هو احنا بنحركه ده مفصل ايه؟ الستايفل جوينت. في هنا جزئين فيمورو باتيلر. فيمورو ايه؟ باتيلر. الباتيلر دي طول ما الحيوان بيمشي عماله تطلع وتنزل كده تتحرك كده سلايدنج او جلايدنج موفمنت بتطلع وايه؟ وتنزل وتنزل. ده في الحركه العاديه وهو ماشي بالراحه فهي عماله بايه؟ تطلع لغايه فوق وترجع تنزل تاني، تطلع وتنزل. طب لما بيجي يريح بقى، قال لك لو انت دققت النظر في التروكليا دي بنسميها البقره او التروكليا هلاقي ان فيها عباره عن تو ريدجز، واحده تخينه اللي هي عباره عن الميديال ريدج، واحده رفيعه اللي هي الايه؟ اللاترال ريدج. والميديال ريدج فيها توبيركل من فوق بيسموه تروكليا توبيركل، فيها حته تخينه كده شويه. طول ما الحيوان ماشي عادي عمال بيحركوا دول بتطلع وتنزل. ساعة ما بيجي يريح بيبتدي الميديال باتيلر ليجمنت الميديال مش الميدل الميديال باتيلر ليجمنت يبتدي يروح معلق نفسه هنا كده فوق الايه؟ فوق التروكليار توبيركل ده يعلق نفسه هنا. لما يجي المفصل ده ينتني كده مش هينتني خلاص. فهنا في عندي لوب، في عندي ايه يا اولاد؟ في لوب يعني خيه. الخيه دي معموله بايه؟ معموله بالباتيلر والميديال باتيلر ليجمنت والميدل باتيلر ليجمنت. مش هما الثلاثه دول؟ هما دول اللي بيخشوا بيتعلقوا هنا كده صح؟ فهذا اللوب هو ده اللي بيعمل لي الباتيلر لوكينج ميكانيزم. لوك يعني ايه؟ يقفل. فالباتيلر لوكينج ميكانيزم بيقول ان الحصان ساعه ما بيجي يريح يروح جايب الباتيلر يلفها ميديال كده شويه ويروح ايه؟ معلقها هنا كده عن طريق الباتيلر الميديال باتيلر ليجمنت والميدل ويبتدي بقى ايه؟ لو دي مش دي ممكن ده جلد كمان احنا عاملينه في الحقيقه. العينه الحقيقيه تعملها كده وتنفض بكل جسمك عمرها ما هتنتهي. خلاص معمول لها ايه؟ لوك. مفهوم الكلام ده؟ يبقى ايه؟ فهمنا ايه المقصود بالباتيلا لوكينج ميكانيزم؟ هنبتدي نبقى نكتبها كمان شويه. دي حاجه. الحاجه الثانيه في عندي جهاز اسمه ريسيبروكال ابارتس موجود في الرجل الخلفيه. ايه الريسيبروكال ابارتس ده؟ كلمه ريسيبروكال يعني ايه؟ يعني تبادل بالتبادل. كويس؟ بص كده لو انا جيت مسكت المفصل ده مفصل ايه يا ولاد؟